الله معكم. اليوم رح نحكي عن فن عمره 5000 سنة، بس نحن بوقتنا الحاضر عم نشوفه بغير طريقة. شو هو هيدا الفن؟ الفن الفيتراي، الفن الزجاج المعشق، هيك كان معروف اسمه بالأول. هو فن كتير كتير قديم، بس توصلنا لهون صار فيه تغيرات كتير. بلشت بتلوين الزجاج بطرق بسيطة اللي هي معروفة انه من انصهار الرمل، ومع الوقت اتطور لوصل الموضوع لإيطاليا، وهنيك قدروا غيروا وحسنوا وصار الزجاج جدا شفاف وملون. هيدي الفترة كانت كتير مهمة للفنانين واللي بيهتموا بتزيين القصور والكنائس. صاروا ياخدوا هالقزاز الملون ويحطوا ويركبوه على الشبابيك والابواب ليزيدوا الانوار داخل الاماكن والمنازل الفخمة. هيدي الفترة صاروا الكسر للقزاز، صاروا الناس اللي مش مقتدرين كان عندهم انبهار بهالقزاز الملون، وصاروا ياخدوه ويحطوا القطع المكسورة جنب المكسورة ويزينوهن، والفواصل تكون بين تقريبا الطين او الخشب حسب ما حاولوا انه يعملوا شيء يقلدوا هالفكرة، تا كمان يزينوا ويزيدوا الالوان، النور نور الشمس يكون ملون على بيوتهم. فالفنانين بهداك الوقت فكروا انه فعلا صار فينا نعمل ديزاينات بهيك طرق، وهيك بلشوا حنوا يكسرون على الطريقة اللي بيلاقوها مناسبة ويعملوا ديزاينات بالشبابيك والقناطر ليقدروا يدخلوا نور الشمس بطريقة أجمل وأحلى. وأكيد مع الوقت صار الفنانين والحرفيين يقدروا يزيدوا ديزاينات الوجوه وهيك ويزينوا الكنائس بطريقة أجمل وأجمل. وتطورنا لوصلنا لهيدا الوقت، صرنا نستعمل الزجاج الملون على القطع الصغيرة بطريقة بسيطة جدا، اللي هي ألوان تنضاف على الأزاز الشفاف ليعطينا أشكال حلوة. أنا حبيت أعطيكم هالفن العظيم، أعطيكم فكرة عنه لنقدر نوصل لأبسط طريقة نقدر نزين فيها بيوتنا. أنا هعطيكم طريقة جدا بسيطة بس انطلاقا من هاي الفكرة. ونحن بيوتنا اللبنانية معروفة بالأزاز الملون، وحورجيكم شيء بعدين نرجع نحكي بهاي المواضيع اللي هي كيف صار الازاز الملون ينحط بطريقه تانية مع فيرفورجي والخشب. هلا حتشوفوا الطريقه البسيطه جدا جدا انطلاقا من هالفكره. انا اليوم حبيت اعمل ازاز ملون بس بطريقه انا اذا حدا بده يستعمله منه فنان كيف يقدر يستعمله بطريقه سهله جدا. وانا اتفقت معكم اني حقدم كل الاشياء الفنية وخاصة الفنون الصعبة بطريقة سهلة جدا. اذا كان عندي انا بالبيت او حبيت اشتري هالبوكال وفي منه كتير احجام، كيف بدي زينه بطريقة بسيطة؟ شوفوا البساطة. اول شيء رح حطها على مطرحة عالي. ليه؟ لانه هلا بتشوفوا حاستعمل طريقة الشرشرة، لون كيف يقدر ينزل على بعضه بس بطريقة سهلة. انا رح اختار لهي الالوان البسيطة اللي قلت لكم موجودة بالسوق صارت، اللي هي بتعطينا ازاز ملون بنقدر نلون على ازاز شفاف وهي شفافة فبيبين انه الازاز ملون. حنبلش بطريقة سهلة ونرجع نصعب الموضوع بالتسلسل لنقدر نوصل لديزاينات مثل اللي شفتون على شبابيكنا اللبنانية. حاختار هلا الألوان اللي هي الأحمر والأصفر. في عندي الأصفر الموتارد، أنا بشوف هيو الألوان اللي بحس إنه بيلبقوا مع بعض بالبني، وهيدي ألوان أساسها تينر.
أساسها ألوان بترولية ما بتتحلل بالمي. في كتير ألوان، وهيدي الماركة موثوق فيها بصراحة، ماركة فرنسوية لي فرون اي بوجوا. انا بحب اقول شو عم بستعمل، حتى تقدر تشتروها من المكتبات، متوفرة بطريقة وعدة ماركات فيه. اذا لاحظتوا الاشكال مختلفة، بس انا هيدي الالوان كتير بحبها. رح استعمل انا من عندي، بس رح احاول اجي من عندكم انتو تتشوفوا. رح استعمل لنقول بنسو عريضة رفيعة، رح اعمل بس خط، ومش ضروري الخط يكون جالس ابدا. رح استعمل من تحت لفوق، يعني حبلش الخطوط من تحت. وعن قصد انا حطيت البنسول رفيع، يعني عرضه قليل. وهيدا اللون هو لون الضوء اجمالا. هيدي فيني استعملها فاز، فيني استعملها للشمع. واذا في عندي اي مناسبه، هلا من ورا ما كتير عم بستحكي، بس هي الفكره، بغير اللون، بغير البنسو. رح استعمل اللون الموتارد فوقه، هيك بصير عم بعطينا تدرج باللون. اكيد انا اسهل اني اعملها من جهتي انا، بس حابه ورجيكم السهوله. بعدين رح اعمل الاحمر بنسو جديده. هيدا اللون روج اكلاتون. بعلي، بترك مسافة بيناتهم. لاحظوا البساطة. هون كانوا قراب الألوان، مش غلط، لأنه أنا بيهمني العفوية بالتصرف. وشو بيلبق مع الأحمر؟ بيلبق البوردو. كل لون عم حط الغامق اللي بيلبق لون فوقه. وهيدي الألوان بيلبق لها اللون الذهبي، إذا حبيت زيد تيعطيه فخامة أكتر. حتى لو من غير ماركة مش مهم، المهم يكون نوعية هيدا النوع الذهبي بيروح لعائلة السيراميك، اللي هي في منها نفس الماركة بس سيراميك. هون مكتوب فيتراي، شوفوا الفرق. هاي بيعطينا ألوان أوباك، أحيانا بستعملها مع هاي، بيعطينا لون شفاف زائد اللون الأحمر بيعززه أكتر. أنا حابة هون زيد شوية ذهبي، على البوردو بيعطينا كتير حلو. فإذا استعملت الألوان من الفاتح للغامق.
الذهب لما ينزل مع البوردو راح يعطيني حلو. مع انه نحن قلنا نستعمل الوان شفافه، بس اوقات كتير هاي الالوان خاصه الذهبي والفضي بيزيدوا رونق. هلا الالوان اللي عم نستعملها كتير بيلبق للذهبي، في كل الالوان الازرقات بيستعمل لون الفضي. رح ارجع استعمل هون اللون، فيني اخد اللون البني، انا حارجع للاحمر بما انه الجو العام احمر، رح ارجع استعمل الاصفر شوي وارجع للاحمر بيعطي ضوء. حطيت شوي الأصفر، راح أرجع على الأحمر. وفي نحط على التوب يعني من فوق فوق. وطبعا هاي الالوان عم تشر فوق بعضها، بس هي اللي عم تعطي الديزاين. على الاضاءة راح نشوف الفرق. عم برجع عيد الاحمر شوي لانه بدي يوصل لتحت اكتر. هيدي خلصنا منها. رح اعمل ديزاين تاني، رح اترك هاي تاخد وقتها. هاستعمل الوان مختلفة. شو رأيكم باللون الأزرق؟ راح استعمل هاي بس بطريقة مختلفة. يعني أنا استعملت هيدا البوكال، حطيت الألوان ونزلت، راح استعملها بالعكس. ليش بالعكس؟ لأنه فكرة تانية انه اقدر اعملهم بعد ما تنشف منشوف النتيجة. رح نستعمل اللون الاخضر. الاصفر الموتارد حلو. التركواز. والنيلي. بحس ان بيلبقوا مع بعض. فاذا حنستعمل بنسويات مختلفة. في نستعمل الاصفر، بنسو الاصفر. رح ابلش بالاصفر من تحت لانه بس اقلبها رح يكون من فوق. اصفر. بعدين موتارد. من كل الجوانب نفس الطريقة.
بيلبق استعمل الأخضر. استعملت نفس البنسو مع الأخضر لأنه الأخضر هو خليط بين الأصفر والأزرق، فبيحق لي شوي إني استعمله. يعني البنسو مش رح تعوم اللون كله. هذا مساق بهذا الأخضر شوي فاتح. هاستعمل تركواز وبقدر اغسل البنسو ب تينر. فانا هون حاطه تينر مش مي لاقدر اغسل البنسو كتير منيح. هيدي المعلومه كتير مهمه تعرفوا، ورح اقلكم بعدين كيف تنظفوا البنسويات بطريقه صحيحه. رح احط اللون تركواز وانا بحس اللون هيدا رائع. هيك بنعمل تشكيلة، واكيد الالوان نستعملها حسب المفروشات عنا، حسب المناسبة، حسب الكادو، شو حابين نعمل الالوان. منكتر شوي لأن نحنا القصد منها انها تشرشر لتحت. فيني استعمل اللون النيلي كمان بنفس البنسو لانه كله بالازرق. وهيك عم يكون اللون الغامق شوي شوي لفوق. وكتير بيلبق انه استعمل اللون البني. البني مع التركواز كتير بيعطي حلو. راح اختمها باللون البني. وهيك بنكون غمقنا من تحت اكتر من فوق. هلا اذا حابين نزيد شيء فينا نروح للون الاورانج او البريك. البريك هو اورانج مع شوي بني. راح اخلط هاخلط الاصفر او المطارد كمان حلو لانه بالنهايه نحن حنعمل لون بني. نقطة من الأحمر صار عنا أورانج. إذا بدنا نجربه فينا نحط هون هاي أورانج. فينا نعمل مثل نقط على الأصفر بيعطي حلو بمطارح مختلفة. وفيني زيد نقطة من البني بيعطيني اللون البريك اللي هو أقوى من أغمق من الأورانج. شوف الفرق. أوكي. كمان فيني استعين فيه جنب الأصفر بيعطيني كمان حلو. رح اتركهم شوي تا ياخدوا وقتهم وتنزل الالوان على الاخر لنقدر نرجع نستعملهم بعد شوي تا ينشف. ما فينا نستعمل السشوار بهيك ظروف، نتركهم لينشفوا على الطبيعة. من الافضل يبقوا 24 ساعة. اكترية الالوان وانواع التلزيق وهيك لازم ينترك 24 ساعة تيكون تأكدنا انه كل شيء اخد وقته. انا هلا رح اترككم شوي بنرجع لكم تيكونوا نشفوا. البنسو اللي نحن استعملناها هلا اهم شيء انه نستعمل المحرمة او قطعة ناشفة قماش
بنشفها الماكسيموم، نرجع بنحطها بالتنر. بعد ما نحطها بالتنر نرجع بننشفها بصابون بلدي او انواع الصابون السائل، بنحط هون بنمسكها بطريقة وبنبرم مع الصابون، هيك بتكون نطفت من هون. نرجع بنغسلها بطريقة نفس الشي تحت الحنفية، بنرجع بنمسكها وبنعمل هيك، فبتصير دايما نظيفة وكتير بتزبط لنرجع نستعملها مرة تانية. حتى لو استعملنا كان معنا لون غامق ورايحين للون الفاتح، بنكون تأكدنا ان نحنا الفانسو عنا نظيفة. هلأ سريعا بدنا نشيل كل شيء. بدي ارجع اكد على هيدي موضوع الالوان اللي احنا عم نستعملها، انه هي اساسا تنر او اسانس دي بترول اذا بدنا نشتريها من المكتبة، او تنر اذا عم نشتريها من ببيعوا بويا للبيوت ولطرش البيوت وهيك شيء. انا عم سهل الموضوع بطريقة يكون كل حدا حسب ميزانيته بيقدر يستعملها، وبنفس الوقت لما يكون عم نشتغل شغل كتير كبير بنعتمد على الاشياء الموجودة بكمية كبيرة. فهيدا الانواع، يا اما جامد بدنا نزيد عليه، فينا نزيد عليه شوي من التنر بيصير عنا سهل سائل وسهل الاستعمال. وبتنضيف البنسويات كمان بدنا نستعمل نفس المواد اللي هي اللي بتخفف وبنفس الوقت بتنظف. فهيدي معلومة كتير مهمة نعرفها. وهلأ رح اعتبر انه هاي الفاز صارت جاهزة، وهيدي طبعا لما نسويها بطريقة تاخد وقتها فينا نستعملها الشمعة، إذا نستعملها كشمعة وحتشوفي كيف ألوانها تظهر أكتر خاصة بالليل. وفي عنا الشمع اللي على البطارية كمان فينا نستعمله، وأكيد لما يكون اللون الأبيض وراها تقدر تشوف الألوان على الطبيعة، وخاصة إذا استعملناها بمكان فيه إضاءة بين الألوان هيك. وهيك بنكون عملنا قطعة بسيطة بوقت قصير من أهم الفنون اللي نحن موجودة عنا بلبنان وبالعالم.